بكلم ببص لك صح. هما اي سي كلموني وقالوا احنا نعمل فيديو نيكست 100 ييرز وبتاع. ف طبعا انا كنت شفت الفيديو اللي هو السنه اللي فاتت كان عجبني جدا, استغربت ما كلمتونيش ليه. قالوا لي بصراحه احنا كان عندنا لسته كبيره وفي ناس كتيره ما عرفناش ناخدهم, بس عايزينك معانا السنه دي. وهيبقى في الغندور اللي هو الدحيح وداش وكذا حد تاني. فقلت لهم يلا بينا يلا. فكلموني ورحت صورت يوم في السطح الجامعه الامريكيه, وعملوا بقى نظام سات وبتاعه. وكان الكونسبت فكره ان داش لسه في الجامعه بيبدا, وان هو بيبدا صغير, وفكره ان انا اتخرجت بقالي اكتر من 10 سنين اوف. فبس يعني كانت تجربه حلوه يعني. رحت صورت يوم وانبسطت, وعملت بعدها انترفيو, سالوني عن تجربتي في اي سي وما بعد اي سي وكده, وتعلمت ايه. فكان تجربه حلوه. اذا كان كده انا موافق. اكتر حاجه شدتني فيه بصراحه الورق نفسه اللي كاتبه محمد امين راضي. السيناريو الشخصيات كلها مختلفه, عالم تحس انت في عالم موازي. اللي عجبني كمان في شخصيتي ان هو كان دمه خفيف جدا, وفي نفس الوقت بحاول ابقى صايع, وعنده طموح ان هو يخرج بره. يعني في حاجات كتيره انا ممكن اريليت ليها مع الشخصيه بتاعتي. فده كان حلو. بس دافلي يا دوم انا بيحمص عشان هي دازنت شاور. يخرب بيت ام الريحه المعفنه دي, انت يا ولا ما استحميتش من ساعه ما حميتك. جرى يا ست حنيه, ده احنا في الشتاء يعني الحموم مره كل اربع اسابيع معروفه. هتحبس في الكاركتر بتاع فيلم ليه الخارجي مو. ده كاركتر لذيذ, عايش في المعادي, بيعمل افلام, بيجون ادفنتشرز كده, وبيحاول يعني يلاقي نفسه في الدنيا. ده اكتر حاجه ممكن. الاكسبيرينس مع فيري نايل بصراحه كانت ريوردينج اكسبيرينس جدا. انا للاسف الفتره الاخيره كلها كل مره يبقى عندهم ايفنت ببقى عندي تصوير, فما بعرفش اروح. هو مارول بس كان في ارفع موتني على الموضوع ده. بس لا يعني انا بالنسبه لي اللي ممكن ارشحه للناس, في منظمات كتيره بتهتم بالبيئه, بتعمل اكتيفيتيز سواء زي فيري نايل بيروحوا يجمعوا البلاستيك, او جرينتش برضو بيعملوا ايفنتات كتيره جدا. ده برضو فتح المجال لشباب تانيين في المدارس بيعملوا ايفنتات يروحوا ينظفوا في اسكندريه وكده. في ناس في محافظات تانية ابتدت تعمل ده. بص انا طبعا في مشاريع كتير ما بحبش اكسبكت فيها حاجه, بس ده ما الاكسبكتيشنز بتاعتي عاليه فيه جدا. بس في معطيات كتيره بتتغير طول الوقت يعني. وهذا دايركتور واتغير, كان عندنا مخرج ومخرجه ومبقتش على المشروع, وبعد كده مدور على مخرج دلوقتي. كنا مستنيين فتره كبيره قوي الرقابه, وفاينلي خدنا موافقه الرقابه. فطبعا حصل تغييرات كتيره في السيناريو, فمش عارف برضو ده هيبقى معناه ايه. بس انا متحمس ان انا ارجع تاني اشتغل مع عمرو واحمد, متحمس ان انا ارجع ازور الكاركتر ده بعد 14 سنة. بقى فين دلوقتي في الحياة, ايه صراعاته دلوقتي في الحياة, وده اللي احنا اشتغلنا عليه يعني. ده اللي انا اكسايتد بيه, ان فكرة ان حاولنا بقدر الامكان نخلي الصراعات الشخصيات الناس تعرف تتواصل معاها, ودي الصراعات اللي بيمر بيها معظم الشباب دلوقتي يعني. كمان اكتر حاجه متحمس لها الادوار النسائيه, لان احنا زودنا في دور بنات معانا في الفيلم ثلاث ادوار, وهم واخدين مساحه في الدراما زيهم زي الولاد. فده اللي انا متحمس له, لان طبعا اوكي اوقات فراغ في الاخر
بيتكلم عن ولاده وفي كان جزء ذكوري بس احنا بنحاول بنقاوم ده في الفيلم ده بقدر الامكان. هانس يعني كنا بندور على مخرجه او حتى سكريبت دكتور تبقى ست عشان يساعدونا ان احنا نعمل البالانس ده بس.